لي واحد المسح يتعمل مفهوم دائما لازم مفهوم بين هاد الاشياء لازم تفهموها لانه كاين بزاف طلبه مرسال 2 اللي راح يكمل الحساب الكونكور الصوره اللي يعني بزاف كيف العمل ان شاء الله راح يفتحوا شهد الموسم الجامعي لسنة 2024-2025 بجامعة غردية قفزة نوعية في خارطة التكوين، وذلك بافتتاح تخصص في العلوم الطبية ألا وهو طب وجراحة الأسنان. سجلنا هذه السنة بحول الله 36 طالب في هذا التخصص، وانطلقت الدروس هذا اليوم بتوفر كافة عناصر التأطير البيداغوجي وكذلك كافة الإمكانيات البيداغوجية والمستلزمات التي هي ضرورية للانطلاق في هذا التكوين. بهذا السبب تم يعني تخصيص كل هياكل الضرورية بما فيها قاعات التدريس، المخابر البيداغوجية وكذلك قاعة المحاضرات خاصة ب يعني طلبة طب الأسنان. تم برمجة الدروس بهذا الخصوص مع اختيار كفاءات عالية وأساتذة من خيرة أساتذة جامعة غردية وكذلك أطباء استشفائيين من كليات وجامعات أخرى لمرافقة طلبتنا الأعزاء في هذا التخصص. قرار صائب له منفعة كبيرة، خاصة أن طلاب ولاية غردية كانوا يتنقلون لولايات مجاورة لدراسة هذا التخصص.